صحفي سليمان الريسوني يخوض يعني كيمر حاليا باليوم 49 في إضرابه عن الطعام. في الواقع أن سليمان الريسوني دفع دفعا لهاد يعني يبقى أمامه، هذا هو السلاح الأخير ديال هذا الإضراب، يعني الخوض ديال هذا الإضراب نفسه عن الطعام. لأن ما تعرض له سليمان قبل الاعتقال ديالو من حملات تشهير من طرف مواقع إعلامية اللي هي يعني معروفة الولاء ديالها، أيضا من الخرق ديال المسطرة ديال المتابعة، أن سليمان لم يتمكن يعني من التوصل بالاستدعاء كيفما كتقتضي يعني الظروف الحالية وكيفما كينص عليه القانون، يعني تم الاعتقال ديالو يعني خرق سافر للحقوق ديالو. يعني ك ايضا الاعتقال ديالو اللي وصل اللي كمل السنه ديالو نهار 22 في الشهر الحالي 22 ماي دون ان يتمكن يعني من انتزاع ولو ابسط الحقوق ديالو كمتابع كمتهم، وهو المتابعه في حاله صراحه. وهذا ما يؤكد يعني على ان هذه المتابعه هذه هي متابعه طبيعه الحال كيديه. هذه المتابعه هذه ماشي معزوله، هي كتدخل ضمن واحد الاستراتيجيه عامه ديال الدوله ديال النظام المغربي اللي هو معروف في اطار التعاطي ديالو مع الصحافه بشكل عام، يعني ضروري انه كيحاول يعني خلال العمليه ديال التحكم اللي كيحاول ينالها امام يعني في مواجهه الاقلام الحره، الاقلام يعني اللي كتعبر على اللي كتكون منتقده للدوله والسياسه ديالها العامه. ف يكفي ان الاعتقال يعني غنشوفوا هذا المشهد هذا اللي هو معبر ان صحفي سليمان الريسوني الذي يقبع في السجن لمده سنه بدون تهمه اللي هي مرفوقه بدليل، يعني الدليل يكون هذا، في المقابل كنوجدوا النقابه الوطنيه للصحافه يعني ما كلفتش نفسها ولو باصدار بيان. سليمان الريسوني يعني اللي كيواجه الخطر ديال الموت داخل السجن ديالو ديال الاستشهاد، النقابه الوطنيه للصحافه ما توانتش يعني في الاعتقال ديال واحد الصحفي، ماشي الاعتقال، ربما كان اجراء روتيني ديال التحقيق ولا ديال الهويه ولا ما نعرف، ديك الصحفيه اللي اعتقلت في سبته كيفاش عملت معها النقابه الوطنيه للصحافه لم تتردد، في ظرف نص ساعه كانت صدرت بيان طويل وعريض ما نعرف شحال فيه، بينما الصحفي سليمان سولي لم تكلف نفسها يعني لا اصدار ولو بيان في الوقت اللي كنجبروا على ان الاعتقال ديال سليمان الريسوني كاين تضامن دولي معاه اللي عبرت عليه النقابه الوطنيه يعني الصحافه في تونس، او في اليوم العالمي للاعلام من خلال تقارير عديده، او من خلال ذاك الافتتاحيه الناريه ديال واشنطن بوست اللي ربطت المتابعه ديال سليمان يعني بداك التهمه اللي هي ولات كتاخذ منها الدوله ذريعه يعني اللي ديال الذراع ديال الصحافه الحره في المغرب، واعتبرت على ان المتابعه ديال سليمان الريسوني للتهم الجنسيه اصبحت يعني واحد السلوك ثابت عند الدوله في مواجهه الاقلام الحره. صحفي سليمان الريسوني الذي لم يكن يتوانى فترات سابقه يعني في اطار المسانده ديال الاعتقالات اللي كانت كتمس صحفيين قبل، لا رشيد النيني ولا شحتان ولا بو 20 ولا كان كيشكل هو الدينامو ديال المبادرات. نعم المداوي هو حضر معنا، هذا اكبر شهاده سليمان الريسوني. كنشوفوا على ان الدوله على ان حتى الجسم الصحفي، وهذا هو الخطير، حتى الجسم الصحفي يعني اصبح يعني حتى التعبير على التضامن صحفيين قلال جدا الذين يجرؤون على التعبير على التضامن ديالهم، ربما من بين الاستثناءات القليله السين بدوي اللي حضر معنا هنا. كنجيو على ان صحفيين ضاربين يعني غاديين كيزكيو هذه العمليه الذبح ديال الصحافه في المغرب، ديال الحريه ديال الصحافه على ايين. احنا بالنسبه لنا الاستعمال ديال الدوله ديال ذاك التهمه هو كان من اجل الهدف ديالو، كان واضح هو انه المنع ديال يعني ديال التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، لا بالنسبه للمنظمات الحقوقيه الوطنيه ولا الدوليه، لان ذاك التهم هذا هو الهدف من الاختيار ديال ذاك التهم والمتابعه ديال الصحفيين بها. حتى الحركه الحقوقيه كتجبر يعني كتجبر راسها يعني في واحد الموقع اللي هو موقف اللي هو حرج او لا صعيب انها تخرج
إذا بان كيبان دابا الآن بالملموس لأن الصحفي سليمان الريسوني وهذه الحقيقة المرة لأنه فشلت جميع المحاولات ديال المحاولة ديال الثاني ديال سليمان الريسوني في التراجع على الإضراب ديالو لا الرسالة اللي توجهت له ديال من طرف النخب بالمغرب ولا المناشدات ديال العائلة ولا المناشدات ديال رموز كبيرة في المغرب لا ديال بن عمار ولا ديال بن سعيد. سليمان الريسوني مصار على أنه يعني في إطار الدفاع على الكرامة على الحرية هو كينوب على الحقيقة على جميع الأحرار في المغرب، وبالتالي هذا كيستلزم تكون هناك واحد الخطوة ولا واحد البادرة. أن حاليا ما كنشوفوا تكاتف اليوم راه كاين واحد الإضراب اللي هو عالمي كيتخاض يعني من طرف مجموعة من المثقفين والإعلاميين ومن خارطين فيه حتى في المغرب مجموعة من الأقلام يعني من الأسماء لا معتقلين سابقين إلى غير ذلك. أيضا حنا بالرغم من موقعنا الرصاد كيصنا نعبروا هذا الحضور هذا اللي هو نوعي في الحقيقة وماشي غريب على الإطار التقدمي بالعريش وعلى كافة الأحرار هنا. يكفي أننا اليوم ماشي جينا باش بطبيعة الحال غنسمعوا لواحد الشهادة اللي هي غتكون وازنة ديال السي مهداوي لأن باعتباره كان كيشكل هو كان هو تعرض لواحد الظلم كبير تابعنا جميع داك التهم اللي هي ما نعرف كي دايره من اللي ما كتصدرش اللي ما يمكنش يتقبلها حتى الخيال على اي حنا كمناضلين بصاد ديال الاطارات المحليه لا في القصر ولا في العريش خصنا نخرجوا بمبادرات اللي هي تكون ميدانيه ديال التعبير وابسطها مثلا في نهايه ديال المداخله اقترح على الرفاق اننا نصدروا بيان هذا البيان يكون يتسمى بنداء او نداء ديال العرائش يكون يتضمن جوج ديال النقاط. النقطة الأولى مناشدة وإن كنا متأكدون على أن سليمان يعني ما فقد الأمل في هذا سميتو مناشدة ديال التوقيف ديال الإضراب وسيغتو يعني المطالبة بإطلاق السراح الفوري ديال سليمان. تحية عالية للحضور الحضور النوعي لكافة الإطارات والرفاق تحية عالية شكرا مرة.